المزيد أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. أستاذ كرم، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك. بداية يا فندم، وسط هذه الظروف التي نعيشها، التطورات في قطاع غزة، نجد على صعيد آخر بعض المواقع تنشر بعض التقارير التي تتحدث وتضر بالأمن القومي المصري. كيف تنظرون أستاذ كرم إلى هذه التقارير؟ بداية أؤكد أن الموقف المصري واضح وصريح ومعلن منذ بداية الأزمة. أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع الإعلاميين والسياسيين في كلية الشرطة، وأيضا في الخطابين اللي كانوا في الكلية الحربية، والنهاردة كان مع وزير الخارجية الأمريكي. موقف مصر اللي أعلنه الرئيس بيتحدد كما يلي: رفض مسألة التهجير الإجباري للفلسطينيين إلى سيناء، لأن حل القضية الفلسطينية يكون في الأراضي الفلسطينية وليس في أراضي دول الجوار، وده موقف واضح وصريح في كل تصريحات اللي خرجت عن الرئيس وعن وزير الخارجية وعن المسؤولين المصريين. الأمر الثاني أن مصر بتبذل كل جهدها لوقف إطلاق النار ولحماية ولإنقاذ الشعب الفلسطيني. بتيجي بعض التقارير بنقراها ويقولوا يعني احنا سألنا 9 مصادر مصرية و10 مصادر مصرية، وأكدوا ان في ضغوط على الحكومة المصرية لتقبل بعض المهجرين. هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، أستطيع أن أؤكده. وأنا أتحدى هذه المواقع أن تذكر لنا اسم مسؤول مصري واحد ذكر مثل هذا الأمر. أما مسائل بقى المصادر المجهلة، وعلمنا من مصادرنا وعلمنا من، فده محض خيال وافتراء لا أساس له من الصحة، والغرض منه إثارة الفتن وبيتنافى مع كل مواثيق الشرف الإعلامية. ده نوع من الكذب ومن الافتراء. يعني النهاردة كان كمان يعني أنا بقول لهذه المواقع تراجع الكلام اللي قاله الرئيس النهاردة مع وزير الخارجية الأمريكي بوضوح شديد. أكد له أن أي تأخير في حسم هذه المسألة يترتب عليه سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء، وأن مصر بتطالب فورا بوقف هذه الحرب لإنقاذ الضحايا. الأمر الثاني أكده الوزير الخارجية، قال له دي أزمة كبيرة جدا، وإسرائيل بتتجاوز في حق الدفاع الشرعي عن النفس إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني وعلى كل سكان غزة اللي عددهم يعني تقريبا 2.5 مليون. قال له بندين ما حدث، مصر بتدين ما حدث من كل الأطراف، ولكن خلي بالك بقى أمريكا إن ده قد يكون ناجما عن تراكم حالات الغضب والكراهية نتيجة الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني على مدى 40 سنة، وإن لم تعد هناك بارقة أمل أمام الشعب الفلسطيني في السلام. طبعا وزير الخارجية الأمريكي بيقول له أنا بكلمك باعتبار أن أنا إنسان يهودي. الرئيس كان رده حاسم وقاطع، قال له أنا برد عليك باعتباري مواطن مصري، وأنا نشأت في حي بجوار الحي اليهودي، واليهود كانوا عايشين في مصر لم يمارس ضدهم أي شكل من أشكال الاضطهاد أو القمع. يعني الموقف المصري هنا واضح وصريح ومحدد وله ثوابت الآن وفيما سبق. الجيش المصري، القيادة المصرية، زعماء المصريين لهم موقف من هذه القضية. نحن مع شعب فلسطين وندافع عن القضية الفلسطينية، ولكن مصر قاومت على مدى سنوات طويلة كل المشروعات المشبوهة اللي سموها الشرق الأوسط الكبير، وأحيانا غزة الكبرى، تبادل الأراضي، تبادل المناطق. مصر رفضت كل هذه المقترحات لإيمانها الشديد بأن حل القضية الفلسطينية يكون فوق الأراضي الفلسطينية. صحيح. وفلسطين هي أرض الفلسطينيين وليست سيناء أو أي دولة من دول الجوار. لذلك يعني احنا استغربنا النهاردة بعض هذه المواقع. ما يمكن ده سؤال أستاذ كرم، لماذا تقدم بعض المواقع على نشر شائعات كهذه؟ والموقف المصري في الحقيقة واضح ومعلن على لسان رأس الدولة. ما أن بدأت هذه الاشتباكات خرجت تصريحات مباشرة عن الموقف المصري تجاه هذه القضية. ونقطة تانية فندم متعلقة بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أستاذ كرم في مواجهة مثل هذه التقارير. يعني أنا عايز أقول يعني وأنا بعتذر عن هذا اللفظ، إن دي مواقع مأجورة
ومواقع مشبوهة ومواقع بتحركها أصابع قذرة بهدف النيل من الموقف المصري. ودي نغمة قديمة قوي قوي، وبدأت بعد هذه المواقع. فين الجيش المصري؟ في مصر؟ لا، الجيش المصري موجود وقوي، وزراعة طويلة تستطيع أن تقطع أي صراع يقترب من الأراضي المصرية. ده موقف واضح وموقف صريح وموقف معلن، جيش مصر للدفاع عن أرض مصر ولحماية الأمن القومي المصري ولحماية مقدرات الدولة المصرية، وليس يعني للمغامرات وليس للمهاترات. وموقف مصر عاقل وحكيم، وبتنفذ تعهدات السلام منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، ولا تدخل في حروب مع أحد بالوكالة أو لصالح أحد. ومصر رفضت كثير جدا محاولات من دول كبرى ودول في المنطقة لتورطها في حروب لا ناقة لها فيها ولا جمل، ورفضت بشدة، رفضت بشدة مثل هذا الأمر، ولم يعني تتلوث الأيدي المصرية بقطرة دماء واحدة لأي شعب عربي شقيق. إذن هنا بيعلن مثل هذه الأمور كنوع من الفتنة، أو كنوع يعني هل هو ينتظر مثلا أن زي يعني دي تصريحات بتتوافق مع الرؤية الإسرائيلية، دي تصريحات إسرائيلية صهيونية. الجيش الإسرائيلي بيطلع بيانات لأهالي غزة اذهبوا إلى الجنوب إلى وادي غزة. طيب. في نفس الوقت هذه لحظة، في نفس الوقت هذه المواقع بتنشر نفس هذا الأمر، كلها مواقع مشبوهة وأخبار كاذبة. بتسألين حضرتك، كنت عايز أسأل حضرتك يعني بما أن حضرتك اتكلمت عن الوقت، دلالات التوقيت، ليه بعض هذه المواقع بتركز دلوقتي مع مصر في هذا التوقيت، رغم أن الجميع منصب تركيزه فقط مع ما يحدث داخل القطاع من انتهاكات في حق المدنيين، مما يتعرض له الأطفال، مما تتعرض له النساء داخل القطاع؟ دلالات التوقيت من وجهة نظر حضرتك يا فندم؟ دلالات التوقيت هذا سلوك إعلامي مشين وتعودنا عليه في الفترات السابقة. عندما تكون مصر مقدمة على أعمال كبيرة في الخارج تسلط إليها السهام. إحنا مقدمين على انتخابات رئاسية وأجواء إيجابية ومرشحين من مختلف الأحزاب، وفي نوع من الفرحة للفترة القادمة هنجري انتخابات على أعلى المعايير الدولية. هم دائما في مثلها، إحنا توقعنا ده إن بمناسبة الانتخابات هتطلع يعني وابل من الشائعات اللي يتناول كل شيء، فكانت أحداث غزة ضمن هذه الشائعات. وعلى فكرة ننتظر أنواع من الشائعات الكاذبة كلما تقدم الوقت أو كلما اقتربت الانتخابات. إذن ده للنيل من دور مصر لتشويه المشهد اللي بيحصل في مصر، ويجب أننا نكون منتبهين ليه، يجب أننا نكون مستيقظين. يا جماعة، حل القضية الفلسطينية مش هيكون أن أهجر 10 أو 15 أو 20 ألف يدخلوا أراضي سيناء، ده أنا كده بضيع القضية. صحيح. حق التاريخ. صحيح. ده زعماء العرب من 45 رفضوا انهم يتقال لاجئون وخلوها عائدون، خلى شعار الدوله الفلسطينيه عائدون وليس لاجئون. انت بعد ال 40 سنه وبتاع جاي ترجع لنفس هذه المفاهيم القديمه ثاني؟ اذا هنا ان يعني الموقف المصري مستهدف. وبعدين انا عايز اقول حاجه، القضيه الفلسطينيه نعم قضيه مصر ومصر تقف وراءها، ولكنها ايضا قضيه العرب. نعم. صحيح. وكل دولة عربية مطلوب منها أن تتخذ دور إيجابي زي الأدوار اللي بتلعبها مصر. مصر بادرت وبترسل القوافل، بتبذل جهدها لإدخال المعونات الإنسانية. صحيح. إلى قطاع غزة. وحضرتك شايفة الموقف المصري شديد الصلابة. صحيح. بالأمس حينما رفضت الدولة عبور الأجانب وقالت لا، عبور الأجانب بشرط عبور المساعدات، وده موقف عادل. صحيح. وموقف شريف وموقف نزيه ولا يمكن المزايدة عليه. مصر اتصالات الرئيس، يمكن الرئيس 24 ساعة بيجري اتصالات بمختلف الأطراف الدولية والإقليمية. والنهاردة في دعوة لمؤتمر عشان يضع دول العالم أمام مسؤوليتها، يعني وقف المجازر ومقف المذابح ووقف هذه الانتهاكات اللي بتحدث كل يوم. صحيح. أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.